أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. بعدما هيمن الانسداد السياسي على إمكانية حل الخلافات الشيعية بين الصدر والتنسيق، يتقدم الزعيم مسعود البرزاني وبكل أبوية بمحاولة جديدة نحو السيد الصدر لحلحلة المشاكل وخلق أجواء مناسبة تعيد للمختلفين للعملية السياسية وتحت ظل الحكومة الجديدة. إلا أن السيد الصدر أعلن بعد لقائه مبعوثي السيد مسعود تمسكه بحكومة الأغلبية الوطنية، لكنه لم يغلق باب التفاهمات أيضا مع التنسيق والذي أسموه بالمعارضة. لكن مهما تكون النتائج، فما حصل يعكس الموقف الحقيقي للسيد مسعود بارزاني ونواياه السياسية وتمسكه الشديد بالمضي بحكومة لا تسبب إقصاء لأحد أو انقساما في البيت الشيعي. فما الحلول التي حملها مبعوث الرئيس مسعود إلى الحنانة، ولا سيما ما يتعلق بالسيد المالكي، وما كان جواب الصدر حولها، وما أهمية موقف السيد مسعود بتوحيد القوى الشيعية قبل الذهاب لتشكيل الحكومة في حين هو يستطيع المضي من دونهم؟ وهل سيتخذ السيد أو الزعيم مسعود موقفا جديدا لو امتنع السيد الصدر، أم سيمضي معه بحكومة الأغلبية بعيدا عن الجزء الثاني من القوى الشيعية؟ ما موقف القوى الشيعية في التنسيق من خطوة السيد مسعود وموقف الصدر منها؟ وهل ستستغل أجواء الدعم الكردي لحلحلة الأزمة؟ موضوعنا اليوم الزعيم مسعود البرزاني يزحزح صخرة الانسداد السياسي، لكن دعونا نتابع ما عده لنا الزميل محمد الكعبي. بعد الانسداد السياسي الحاصل في العمليات السياسية، الزعيم مسعود بارزاني يطرح مبادرة لحلحلة المشاكل السياسية من خلال زيارة وفد إلى الحنانة للقاء السيد الصدر. وضم الوفد رئيس إقليم كردستان السيد نجرفان بارزاني وقيادات من تحالف سيادة. وقال الرئيس بارزاني في بيان: من أجل حل المشاكل وتوفير بيئة مناسبة وجيدة للعملية السياسية في العراق، طرحت مبادرة سياسية، وفي سياق هذه المبادرة أقترح أن يقوم السيدان نجرفان بارزاني ومحمد الحلبوسي بزيارة السيد مقتدى الصدر والتشاور حول كيفية مواصلة العملية السياسية وإزالة العقبات والمشاكل. وأعرب الرئيس بارزاني عن أمله في أن تكون لهذه المبادرة نتائج إيجابية وأن تكون في مصلحة العراق وجميع مكوناته. وكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عبر منصة تويتر: ولا زمن التدخلات الخارجية، واليوم تتحرك جبال العراق وصحراءه إلى النجف الأشرف من أجل مباحثات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ولا تكون شرقية أو غربية. وربما بهذه المبادرة سوف تحل مشكلة الإطار التنسيقي، وخاصة ما يتعلق بدولة القانون مع التيار الصدري، ويكون هذا بمثابة الحل الجذري للعملية السياسية. وقدم رئيس إقليم كردستان السيد نجرفان بارزاني مقترحا إلى السيد الصدر بأن يتولى المالكي منصب نائب رئيس الجمهورية لحل الخلافات السياسية الحاصلة. وأعرب الرئيس مسعود بارزاني عن أمله بصدق أن يفسر الاجتماع بين السيد مقتدى الصدر ورئيس إقليم كردستان نجرفان بارزاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عن نتائج إيجابية، ويمهد الطريق نحو حل المشاكل الحالية التي تواجه العملية السياسية في العراق. في حين غرد السيد مقتدى الصدر بطريقته المعهودة: لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية. والجديد في هذه التغريدة هي إعطاء صفة المعارضة الوطنية للإطار التنسيقي، حيث قال: مرحبا بالمعارضة الوطنية في تغريدته. وأشارت التسريبات الصحفية إلى أن الصدر أبدأ استعداده للحوار مع الأطراف الشيعية من دون دولة القانون،
والاندماج معهم لتشكيل التحالف الشيعي الأكبر، مشيرا إلى أن المبادرة تبقى الآن في ساحة الإطار التنسيقي. رحبوا معي كل من السيدة الدكتورة ميادة النجار عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأيضا الدكتور عايد الهلالي القيادي في الإطار التنسيقي، وأيضا السيد طارق حرب الخبير القانوني. أهلا وسهلا بكم ضيوفي، وأبدأ بسؤالي لك سيدة ميادة. هل اليوم شاهدنا زيارة رئيس أقليم كردستان السيد نجيفان إلى النجف الأشرف، وأيضا التقى بالسيد مقتدى الصدر يعني من خلال مبعوث السيد مسعود البارزاني يعني هو والسيد الحلبوسي، هل اليوم شلون نتحدث عن مبادرة الزعيم الرئيس مسعود البارزاني في حلحلة الخلافات الشيعية، وأيضا في حلحلة الانسداد السياسي الحاصل يعني والكل يشاهد هذا الانسداد من خلال يعني الإطار التنسيقي وأيضا الكتلة الصدرية، اليوم شلون ممكن ننظر إلى هذه المبادرة الأبوية؟ تحية طيبة لحضرتك، وتحية طيبة لمشاهدي الكرام، وتحية طيبة لضيفيك الكريمين. نحن كحزب الديمقراطي الكردستاني والسيد الرئيس مسعود بارزاني كنا نعمل منذ فترة بمبادرة، وهذه المبادرة اتضحت معالمها اليوم بزيارة من قبل السيد نجيفان بارزاني مع السيد الحلبوسي والسيد الخنجر إلى نجف الأشرف لغرض لقائهم مع سيد مقتدى الصدر، مع العلم أن السيد رئيس مسعود بارزاني على تواصل دائم مع سيد مقتدى الصدر. نعم لحلحلة الخلافات. نعم أكيد، وهذه الزيارة جاءت من إيمان من سيد رئيس مسعود بارزاني لحل الخلافات بين الأطراف والخروج من هذا المأزق، لأن هذا الانسداد السياسي لا يخدم الشعب العراقي. نعم، وهذه خطوة إيجابية تحسب للرئيس مسعود بارزاني في ظل ظروف نعيشها وأزمة سياسية حقيقية، لملمت الأطراف السياسية والجلوس على طاولة واحدة والنقاش يعني، ويعكس رسالة السيد مسعود البارزاني ضرورة التواجد الجميع ورسالة المعهود بها. خليني أشوف رأي السيد الدكتور عايد. دكتور عايد، ما موقف القوى الشيعية في التنسيق تحديدا من خطوة السيد مسعود بارزاني، وأيضا موقف السيد الصدر منها؟ يعني اليوم شاهدنا بعد الاجتماع خرج التغريدة للسيد الصدر تتحدث لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية، ورحب بالمعارضة. يعني اليوم شلون ممكن نتكلم عن هذا الموضوع؟ شكرا جزيلا. السلام عليكم ست هيفاء، تحياتي لك ولكادر قناتكم الموقرة، وكذلك لضيوفك الأكارم والمشاهدين الأعزاء. حقيقة هذه المبادرة إن جاءت بدافع شخصي من قبل الزعيم مسعود البرزاني، فهو يدل على أنه السيد مسعود البرزاني شخصية سياسية وتدرك خطورة هكذا مواقف. وإن كانت جاءت بطلب من أي جهة من الجهات الأخرى سواء أقليمية أو دولية أو داخلية فهذا لا يعني، المهم هو أن نذهب باتجاه الانفراج السياسي بدل الانسداد السياسي، كي لا نعرقل العملية السياسية ولا نعطل العملية السياسية وتشكيل المستحقات الدستورية أو الاستحقاقات الدستورية المتمثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وبالتالي تشكيل حكومة ممكن أن تقدم ما تستطيع أن تقدمه للشعب العراقي. نعم، لكن دكتور خلي أتحدث بكل صراحة، يعني تغريدة السيد مقتدى الصدر رحب بالمعارضة الوطنية، شنو كان يقصد بالمعارضة الوطنية؟ هل يقصد أنه الإطار التنسيقي راح يذهب للمعارضة وأكو اتفاق حول هذا الموضوع يعني مع باقي الكتل هاليوم يعني اللي نشاهدها؟ نعم ست هيفاء، إذا كانت هي الحكومة وطنية والمعارضة وطنية فما أعرف يعني أين الخلل، يعني لماذا لا تكون المعارضة هي ضمن الحكومة الوطنية وحكومة وطنية موسعة
وتذهب إلى احتواء جميع أطيافها ومكوناتها، وبالتالي نذهب إلى حكومة متفاهمة قادرة أو شركاء متفاهمين قادرين على أن يعبروا بالبلد إلى بر الأمان، بدل من أن نخلق معارضة لا وجود لها أساسا. نحن صنعنا معارضة، هي إذا نقول حكومة وطنية ومعارضة وطنية، وين الخلل؟ وين المشكلة يعني اليوم؟ ما أفهم أنا يعني، مع جل احترامي لسماحة السيد الله يحفظها، أنه المعارضة الوطنية والحكومة الوطنية، فلماذا لا ندمج الصيغتين بحكومة وطنية موسعة قادرة على أن تضم كافة أطياف الشعب العراقي، وبالتالي نذهب إلى حكومة قوية لا تستطيع أن تهزها ريح وتحقق متطلبات الشارع العراقي وطموحاته، وتتجاوز بالبلد يعني هذه المحنة التي أدرك أساسا وخصوصا جناب الزعيم مسعود البرزاني والأخوة في المكون السني خطورة الوضع إذا بقي على هذا الحال، وهم يدركون عين الإدراك أنه عملية البقاء بهذا الشكل لربما سوف يطيل أمر تشكيل حكومة. نعم، خلينا نشوف السيد طارق حايب يعني في موضوع تحدثت به، يقول لك يعني شنو قيمة يعني أنه تحدث السيد مقتدى الصدر عن المعارضة الوطنية والحكومة الوطنية، شنو الفرق بين الحكومة والمعارضة؟ ليش مع الكل تصير في خيمة واحدة وتدخل يعني حكومة وتتفاهم؟ لكن خليني أسأل سؤال مهم جدا هاليوم حول زيارة مهمة تاريخية للسيد رئيس إقليم كردستان إلى النجف الأشرف، وأيضا التقى بالسيد مقتدى الصدر لحلحلة الأوضاع والانسداد السياسي يعني سيد طارق حرب، وهذه تحسب للزعيم مسعود البرزاني في بعث مبعوثين إلى النجف الأشرف لالتقاء حتى يلتقون بالسيد مقتدى الصدر، وخلي احتياب العامية يحلون الخلافات والإشكاليات ويدخلون بحكومة، هذه الحكومة تكون حكومة تنفيذ خدمات، حكومة طويلة الأمد يعني بعيدا عن كل الإجراءات اللي نشاهدها وبعيدا عن كل التصريحات يعني من الإطار وأيضا من التيار الصدري. شكرا لك وشكرا لمشاهديك الكرماء وشكرا لضيفيك الأكرمين الأسخين. يا سيدتي الكريمة، يعني فخامة البرزاني عودنا على ذلك. نعم. يعني يمكن من المنظور من الأمور اللي حاول كما يقال حلها إنهاءها القضاء عليها الوقوف أمامها هذه المسألة، ولكن هناك قضايا كثيرة كان لفخامة الرئيس البرزاني دور مهم في القضاء عليها في الوقوف أمامها في تحقيق لحمة الوطن الكامل العراق ككل. لذلك جاءت المبادرة أبوية يعني. يعني امتازت بالعقل الوطني والقلب العراقي، وأن المركب مركب واحد، وأن إقليم كردستان والشيعة والسنة في مكون واحد، وما يؤثر على جزء أو على جماعة يؤثر على الآخرين، أو من باب الإنساني ومن باب الوجود الذي لا يمكن إنكاره. وحسبنا في ذلك أن كل من سمع بذلك كان جعل فخامة البرزاني محل مدح وثناء وحمد وإطراء وشكر ودعاء على هذه المبادرة اللي تنم كما يقال عن عقل بعيد النظر وعن رؤية لا تقتصر على الأمور التي تراها فقط. لكن سيد طارق خلينا نتحدث بكل صراحة، يعني بعد هذا الاجتماع وبعد هذه الرسالة الأبوية اللي رسلها السيد مسعود البرزاني يعني بوفد إلى النجف إلى الحنانة، شاهدنا أيضا تغريدة السيد مقتدى الصدر، هذه التغريدة اللي تتحدث عن موضوع مهم جدا، لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية ونرحب بالمعارضة الوطنية. هل اعتبر السيد مقتدى الصدر أنه الإطار التنسيقي خلص حسب عمره هو ذهب للمعارضة؟ يا سيدتي الكريمة، لو اطلعت على ما قاله سماحة السيد الصدر قبل فترة وما جرى بينه وبين معالي هذه العاملي من أمور ولقاءات للوصول إلى صيغة معينة، لكن سماحته ذكر أن هذه الأمور ذهبت أدراج الرياح ولم تحقق شيئا. والواقع بس اسمحي لي، أن ما يحصل بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي هو لا زال في حدود الدستور، في حدود القانون. نعم. وهذا الجميل والكميل في الأمر، أنه لم يصل إلى حد
التشهير إلى حد استخدام السلاح إلى حد اللجوء إلى أساليب أخرى، وهذا إن لم يحصل في هذه المناسبة ولم يحصل لسبب بسيط لأن الأمور كانت في أوانها، لكنه سيحصل مستقبلا. لاحظي حضرتك هذا الأمر لابد أن نأخذه بنظر الاعتبار، يعني الفترة الموجودة يعني بادر الزعيم مسعود البرزاني حتى لا تتطور الأمور، هذا تقصده سيد طارق؟ لا ما أقصد، أقصد الحمد لله أن العقلاء من الطرفين لم يطور الأمور إلى أبعد مما هو مقرر دستورا وقانونا وما هو معروف وشائع، لم يصل الى حد القتال ولا حد استخدام السلاح. اتمنى صوت سيد طارق حرب لان صوتك عايصني ناصي، يعني شويه فنيا ترفعوا لي صوت. تفضل سيد طارق. شوفي لو لاحظتك فهذا الجميل وهذا الكميل وهذا كما يقال هو الاصل، فسماحه السيد الصدر لم يقطع خط الوصل نهائيا، وانما خط الوصل لا زال قائما، اراد أن يبين أن الحكومة الجديدة التي كما يقال اتفق عليها مع السيد الحلبوسي مع فخامة البرزاني تنتج شيء معين، وبالتالي تحقق أشياء كثيرة عجزت الحكومات السابقة عن تحقيقها. يعني راح يذهب التيار الصدري إلى حكومة أغلبية وطنية مع الحلفاء السيد الحلبوسي وأيضا السيد البرزاني، ويبقى الإطار بالمعارضة. المعارضة مقبولة، المعارضة نعم مقبولة، بس يعني مقبولة. هذا السيناريو الجديد اللي راح نمشي به ويكلها كل تقدير وكل احترام. نعم. لاحظي حضرتك لا سيما وأن يعني الجزء الكبير كان سماحة السيد الصدر فتح الباب أمامه، لكن كما هو معلوم لحضرتك إلى الآن لازلنا إحنا كما يقال مسيطر علينا مفاهيم معينة. أقول الإجراء اللي اتخذه فخامة البرزاني جيد جدا، والإجراء اللي حصل ولقاء السيد سماحة السيد الصدر بالوفد المشكل من معالي الحلبوسي من معالي السيد مسرور البرزاني لقى ترحيب، والكلمة لقت قبولا ونوقشت مسائل كثيرة، يعني لا تقتصر لو تقرين جنابك البيان. بس أتمنى الصوت أعلى، يعني صوت سيد طارق أنا صوتك ما عاد أسمعه زين يعني بصراحة. الذي ظهر لم يقتصر على هذه المسألة فقط، وإنما عن تكوين الدولة الجديدة، عما يمكن عمله للمواطن العراقي، لا سيما إذا علمنا أن بعد عدة أيام سيكون هناك انتخاب لرئيس الجمهورية. نعم. في مجلس النواب، وأعتقد أن الأمور متكاملة، وأن على الرغم من ما يرى بعض المتشائمين أن النتيجة سلبية، أقول لا، النتيجة إيجابية والنتيجة كبيرة. نعم. ولها أثر كبير سواء. نعم. لدى الكتلة الصدرية أو لدى الإطار السياسي. نعم، خليني أنتقل للدكتورة ميادة، يعني تحدثت عن هاليوم أمام توقيتات دستورية أمام ترشيح رئيس جمهورية يوم 7 يوم الاثنين القادم راح يكون يوم التصويت على منصب رئيس الجمهورية، هل حسم الديمقراطي الخيارات وذهب إلى ترشيح السيد هوشيار زيباري؟ يعني لو أكو هناك أيضا تفاهمات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي حول المرشحين اللي قدموهم الاتحاد، يعني الاتحاد أكو يمكن 4 مرشحين؟ نعم 4 أو 3؟ 3 رسميين يعني. نعم 3 رسميين، يعني لو راح يجلسون على طاولة التفاهمات لو خلص انحسم الأمر الترشيح للسيد هوشيار زيباري. لأن بعض التساؤلات والتقولات تدخل في آخر الأيام، ربما يكون هناك تفاهمات ويتفق الحزب الديمقراطي مع الاتحاد على شخصية. نعم، عندما كحزب ديمقراطي الكردستاني قررنا بترشيح سيد هوشيار زيباري، ليس هذه الشخصية ليس نرشحها وبعد ذلك تكتيكيا نسحبها. نعم. من الترشيح، هذا بعيد عن الصحة. سيد هوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني وليس الوحيد وليس. نعم. لدينا أي خلاف مع أي جهة من الجهات، لأن كنظام ديمقراطي يحل للجميع أن يقدم أو. نعم. يرشح نفسه على هذا المنصب. نعم. ومع ذلك هذا المنصب من استحقاق البيت الكردي. صحيح. عرفيا ليس سياسي، ليس دستوريا وقانونيا، لكن عرفيا، ولكن عرف سياسي. نعم. في داخل العراق منصب رئيس الجمهورية للكرد، منصب رئيس الوزراء لإخواننا الشيعة، ومنصب رئيس مجلس النواب العراقي لإخواننا السنة. نعم. فهذا استحقاقات الكرد،
ليس حكرا إلى حزب أو إلى طرف جهة معينة. جهة معينة لا، بل نحن كحزب الديمقراطي الكردستاني الأغلبية ولدينا أكثر المقاعد الانتخابية. استحقاق انتخابي. نعم استحقاق انتخابي ولدينا أكثر المقاعد الانتخابية. وسيد هشار زيباري معروف عنه رجل دبلوماسي، رجل هذه المرحلة، المرحلة العصيبة أمام العراق لنهوض باقتصاد البلد. هذا الشخص اللي الوحيد يستطيع بنهوض العراق سياسيا اقتصاديا، كما فعله عندما كان وزيرا للخارجية لدورتين ووزير المالية لدورة واحدة. نعم، لكن سيدة النائب، يعني سيدة ميادة هي نائب سابق وأيضا عضو فاعل في الحزب الديمقراطي، خليني أسأل أسئلة محددة. السيد هشار زيباري راح يخوض المنافسة مع عدة مرشحين، يعني هل ضمن الحزب الديمقراطي الكردستاني فوز السيد هشار زيباري من الجولة الأولى؟ أفعالنا هو ضمان لفوز مرشحنا. نعم. أفعال حزب الديمقراطي الكردستاني، الكل يعرف الدور الأبوي الذي يفعله أو يقوم به الرئيس مسعود بارزاني عندما قام بإصلاح بين البيت الشيعي، البيت السني، السيد الحلبوسي والسيد الخنجر، وليس لأول مرة يقوم بهذه الدور الأبوي عندما كان هناك مشكلة وخلافات كبيرة عالقة بين الأطراف الشيعية، وتأخرت تشكيل الحكومة آنذاك 7 أشهر في عام 2010، وتدخل آنذاك جنابي ساروك وحلحل الموضوع وتم تشكيل حكومة. فهذا من أخلاقيات الحزب الديمقراطي الكردستاني، وضماننا الوحيد أفعالنا وليس أقوالنا. يعني ويعول الحزب الديمقراطي على الأفعال اللي قدمها، وأيضا على علاقته القوية والجيدة مع الأطراف والأحزاب السياسية على التصويت للسيد هشار زيباري رئيس لجمهورية العراق. فمنها سنقول مبروك، ضامنين الفوز إن شاء الله. ضامنين الفوز إن شاء الله. مبروك، يلا تفضل. بأفعالنا ضامنين الفوز. نعم، تفضل سيد عايد إذا عندك تعليق أو عندك مداخلة فيما تحدثنا به. شكرا سيد هيفاء، تحيات مرة أخرى لزميلتي الدكتورة ميادة. سيدة الفاضلة، القاعدة تقول المعروف عفوا كالمشروع شرعا، وأعتقد أن حصة الاتحاد الوطني هي رئاسة الجمهورية منذ 2006 وإلى اليوم الحالي. لكن هي تتحدث عن استحقاقات انتخابية، تقول لك نحن بهذه الانتخابات حصلنا أعلى مقاعد في المكون الكويدي، يعني وجينا لبغداد فنحن اليوم نطالب باستحقاقنا. هذا كلام سيادة النائب. سيدتي، كلام السيد النائب على عيني وعلى رأسي، لكن يبقى أنه وحدة البيت الكردي أهم من كل الاستحقاقات وأهم من كل المناصب والمراكز وأهم من كل شيء، على اعتبار أنه الاتحاد الوطني والحزب الوطني الكردستاني قد خاضوا نضال طويل جدا، وهذا النضال تكلل بدماء وإلى أن وصلوا إلى ما وصلوا إليه الآن. وبعد 2006 قرر أن يكون هنالك منصب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني على أن يكون رئاسة الإقليم ورئاسة الوزراء من حصة الوطني، وهذا أمر طبيعي جدا ودرجت عليه العادة. ومنذ ذلك اليوم وإلى الآن نحن نعيش في ظل هذه الأجواء وهذه التفاهمات. كان أيضا يفترض بجناب الزعيم البرزاني أن يطرح مبادرة أخرى هي لتوحيد البيت الكردي، ولا يسمح بتشتت البيت الكردي، على اعتبار أنه كما أسلفنا أنه الكرد قد عانوا ما عانوا في الفترات الماضية، وهنالك تهميش واضطهاد، فلا نريد أن نهمش مرة أخرى جهة كردية. لكن هذا استحقاق انتخابي، يعني سيد عائد خلينا نتحدث بكل صراحة. نعم. الحزب الاتحاد الوطني أصر على ترشيح السيد برهم صالح، يعني يعني ما اتفق ويا الديمقراطي على شخصية يعني تسوية حتى يرشحها، أصر على ترشيح السيد برهم صالح وكأنه تحدي للطرف الآخر. يعني هذا أنا أتحدث ككلام إعلامي، يعني بعيدا عن الحزب الديمقراطي وبعيدا عن الاتحاد. كان من المفروض أن يكون شخص تسوية في هذا الموضوع. مع ذلك خلي نتحدث حول موضوع مهم. إذا تنطيني دقيقة. طبعا هذا المنصب ليس حكرا لجهة أو حزب معين. وليس لدينا خلافات، بل الاتحاد الكردستاني شركاء لنا في حكومة إقليم كردستان. وهذا استحقاقات، ما نقدر نخوض تجربة إذا مو استحقاقاتنا، وما نقدر نأخذ شيء مو من
استحقاقاتنا اصلا حزب الديمقراطي الكردستاني وخاصه السيد مسعود بارزاني متى كنا نتحدث بالاستحقاقات؟ كنا نتحدث بالتفاهمات والتشاور والعلاقه المشتركه والتاريخ المشترك ما بين المكونات السياسيه. ليس لدينا اي تشتت مع حزب الاتحاد الكردستاني، بل هم شركائنا الحقيقيين في اقليم كردستان. سيدتي واختي الفاضله، انا لا ارغب ولا اتمنى ولا اطمح ولا ان احاول ان اضغط بهذا الاتجاه على ان تكون هنا كفرقة أو تشتت في البيت الكردي. البيت الكردي بيت كريم محترم له تاريخ طويل في الجهاد والنضال، وهنالك دمار كثيرة أريقت على ثرى كردستان. لا نريد لكم التمزيق، ولكن هذا الاستحقاق الذي تتحدثون به اليوم هو عرف سائد، وقد دأبت عليه العملية السياسية بأن يكون هنالك إكراما على أقل تقدير. يعني المعقولة هل يستأثر الوطن الكردستاني بجميع المناصب ويقصى وتقولون نحن لا نريد التفرقة ولا يوجد هنالك مشكلة ولا يوجد هنالك خلاف؟ نعم، يعني هذا مو إقصاء. هذا سيد عائد، يعني سيد عائد، سيد عائد، سيد عائد، أتمنى أنه يعني نتحدث بموضوع الإطار التنسيقي. أنتم سألتم ذلك. لا، الإطار التنسيقي. يعني نحن إذا نتحدث عن نقطة مهمة جدا، الدستور العراقي ما خلى منصب رئيس الجمهورية للأكراد ولا للشيعة منصب رئاسة الوزراء ولا للسنة رئاسة البرلمان، لكن هذا عرف سياسي من بداية العملية السياسية إلى هذا اليوم. يعني إحنا خلينا نتحدث بكل صراحة، وهذا رأيي الشخصي أنا وأتحمل المسؤولية، يعني القناة ما لها دخل. الاتحاد حكم كم سنة؟ بغض النظر، لا الاتحاد كم سنه؟ 17 سنه. خلينا نشوف الديمقراطي ايش راح يسوي برئاسه الجمهوريه، خلينا نجرب. يعني هسه نحن ما بها شيء، يعني هاي اشكاليه يعني بسيطه جدا، لان هو ما راح يذهب الى غير مكون، راح يبقى بالبيت الكردي. منصب شرفي، منصب رئيس جمهوريه منصب شرفي. نعم، فلهذا خلي لا استاذ الله يخليك، منصب رئيس الجمهورية بالدستور بفقرات هواية، ويقدر السيد طارق حرب يتحدث لنا عن فقرات وعن قوانين اللي يقدر يسويها ويصدرها لحماية الدستور. في كثير من الأوقات يا سيد عائد انتهك الدستور، ما حد طبق الدستور، ورحنا بأزمات ومتاهات. يعني الدستور احنا الآن ما نقدر. خلينا نشوف، تتوقع أن رئيس الجمهورية الآن ممكن أن يحل هذه الخلافات وهذه الأزمات؟ لا يحلها، يحلها إذا مشي يحلها. تفضل سيد، توقف على شخصية الإنسان اللي يقود هذه المرحلة وهذا المنصب. أختي الكريمة، أيضا السيد برهم صالح على الرغم من أستاذ هيفاء، بس إذا تنطيني دقيقة بس أريد أوجه سؤال لضيفك الكريم. هو 17 سنة منصب رئيس الجمهورية، الاتحاد الكردستاني حكرا وحصرا ماضيها. ما أسأل شنو اللي قدمها، ولا أقول هو كان السبب في شرخ البيت الشيعي، ولكن أريد أسأل الرئيس الوزراء من حصة الشيعة، هل طرف من الأحزاب، من الأطراف حكم وأخذ هذا المنصب 17 سنة؟ زين، أنا أسأل. نعم، أنا أجاوبك يعني بالسؤال. يعني تحدثت نقطة بس حتى يصل السؤال مالها. تقول لك يعني مو حزب الدعوة أخذوا حكرا 17 سنة، هم تنوع يعني من نام النام مستقل. طبعا تنويع، يعني تنويع تخليك حلو التنويع. وأيضا السنة ما صار حكرا على واحد. دكتورة من لطفك، آسفين جدا لربما نتمدد على وقت السادة طارق. لكن أرد أسأل سؤال، هل الإقليم الآن يعيش في حالة من الأمان والاسترخاء والرفاه وما إلى ذلك؟ 100%. ما الإقليم صار أكثر من 30 سنة الأخوة من بيت البرزان يحكمون الإقليم، والإقليم الآن ما يعيش بالجنة ولا يعيش بحالة وردية. الإقليم الآن أبناء الإقليم مشتتين في الشتات، على حدود الدول يستجدون اللجوء، وهنالك العديد في بعض المناطق غرق. لا سيد عائد، اللي راحوا على الحدود كل واحد كان صارف 10,000 دولار، 20,000 دولار بس، يعني بالدفاتر صارفين 10 دفاتر. ليش هذا المبلغ؟ يعني هو كان عايش حياة سعيدة ورفاهية. لا دكتور عائد، أنت تتحدث يعني نحن إذا نتحدث على العراقيين، العراق من بدايته، خلي أتحدث من أقليم كردستان إلى آخر بقعة بالعراق بالفار، يعني بأزمات كثيرة. يعني تتذكر أنت بعهد النظام السابق، يعني شعانة والناس وتهجروا بأقليم كردستان وبالجنوب، وحتى المناطق السنية ما نبخس حقهم أيضا عانوا من النظام السابق. بهذه الحكومات السابقة اللي كان بيها ميزانيات انفجارية يا سيد عائد، والله العظيم البلاوي صارت على العراقيين
مصائب مو بلاوي، يمكن أكثر من النظام السابق. فالعراقيين كلهم متأذين بهذه المصائب والأزمات اللي دخلتونا أنتوا بيها، كتلكم وأحزابكم السياسية اللي من يعني بصراحة ما نستثني أي واحد. خلينا ننتقل للأستاذ طارق حرب، لأن ما أريد أتحدث عن المآسي اللي يعيش العراق والمواطن العراقي اللي طلع مظاهرات وبدماء منتظرة. بدلنا حكومة وكل شيء ما صار. أستاذة هيفاء، المسألة واضحة. تفضل. المسألة واضحة، كما حصل في الدورة الانتخابية السابقة عندما حصل تنافس بين ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد فؤاد حسين ومع ممثل أو من يمثل الحزب الاتحاد الوطني وهو الدكتور برهم صالح فخامة رئيس الجمهورية الحالي. فكان لمجلس النواب رأي في ذلك، مجلس النواب اتفق على أن يكون فخامة برهم صالح رئيسا للجمهورية اللي هو ممثل على الحزب الاتحاد وليس السيد فؤاد حسين ممثل. فالمسألة نتحكم بها حاليا كما جرى في السنة الماضية، وإلا يعني لا بد من أن نعتبر ما حصل في السنة الماضية بمثابة عرف لا يغير من الأمر شيئا، تمام ولا لا، ويمكن أن يكون مستقر لكل حالات السابقة. يعني الحالات اللاحقة في الدورات الانتخابية اللاحقة يكون يطرح الحزب الاتحاد والحزب الديمقراطي الكردستاني أسماء ويتم عرضهم على مجلس النواب. هو هذا راح يصير طيب. نعم، هو فعلا هذا اللي اتفق عليه، ومجلس النواب الموقر سيحدد من هو الذي سيشغل منصب رئيس الجمهورية في الفترة القادمة. ناهيك عن انه احنا لا ننسى، بارك الله فيك، يمكن الاطار راح مع حزب الاتحاد شخصيات مستقلة تكون مع حزب الاتحاد، وإلى الآن تمام. صحيح أن كل ما يشير إلى أن فخامة وهشام زيباري سيكون رئيس للجمهورية سينجح في الاختبار البرلماني. يعني أنت تتوقع شنو أستاذ طارق؟ من اللي راح ينجح؟ لا أعتقد إلى الآن مسألة محسومة، فخامة وهشام زيباري يعني ينجح في الاختبار البرلماني. على شنو تعول؟ أنا أقول لحضرتك أعول أولاً على أن هنالك ثلاث كتل كبيرة، الكتل الأكبر اللي موجودة في الساحة السياسية العراقية أو الكتلة الصدرية، الكتلة السنية وكتلة حزب الاتحاد، كل هذا مع حزب الديمقراطي قصدك الحزب الديمقراطي نعم الحزب الديمقراطي الكردستاني مع السيد هشام زيباري. هذه الكتل الثلاث حضرتك حدود 155 او 160 نائب. اذا علمنا ان بعض من الشخصيات او البرلمانيين المستقلين هم مع فخامة هشام زيباري، لذلك التفوق واضح. لا بل أعتقد أن انتخاب رئيس الجمهورية في مجلس النواب الذي سيجري بعد أسبوع سيكون أكثر سهولة ويسرا من انتخاب السيد الحلبوسي في يوم 9/1، بمعنى أن الإجراءات ستكون أيسر. لكن حدث نقطة مهمة جدا دكتور عائد، يعني قال لك المنصب رئيس الجمهورية هو منصب شرفي، يعني منصب بروتوكولي، يعني بروتوكولي، وهذه الأشياء مو صحيحة. يعني اللي يقرأ الدستور ويقرأ الفقرات ويقرأ القوانين اللي بيد رئيس الجمهورية والله العظيم هواية، هو يقدر يخليه منصب حتى لو منصب شرفي، ويقدر يخليه منصب فعال بالعراق. أستاذة حتى لو منصب شرفي، الحزب الديمقراطي الكردستاني هم يقول إلي أنا أتولى هذا الشرف، تمام لو لحضرتك. من حق أن يقول كذلك، لا سيما أن الانتخابات أفرزت فرقاً واسعاً في النتائج الانتخابية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد، والأمر ذاته يقال عما ورد من صلاحيات عظيمة جسيمة خطيرة كبيرة خولها الدستور إلى فخامة رئيس الجمهورية. يعني عنده صلاحيات كبيرة. شوفوا على حضرتك، يعني أسأل سؤال، أكو أكبر من صلاحية أنه هو اللي يكلف شخصية تشكيل الوزارة؟ يعني أول شخصية بالعراق هو رئيس الوزراء، رئيس الوزراء إن لم تكن هنالك إشارة من رئيس الجمهورية لا يمكن أن يكون هنالك رئيس وزراء. وقسي على الآثار الأخرى،
يعني يجعل يكلف رئيس الجمهورية ورشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً تعتقدين مع الإطار الدستوري والقانونية أن رئيس الجمهورية صلاحية أولاً تحديد من هو الكتلة الأكبر عدداً كما حصل في قبل سنة ونص، والأمر الثاني تحديد الشخصية، يعني دكتور برهم مقبل بعض الشخصيات واستجيب لطلبه. الدكتور برهم رفض ما يسمى بالكتلة النيابية الأكثر وحصل توافق ما بينه. خليني أسأل سيد عايد، عندي أسئلة سيد عايد. سيد عايد خليني أتحدث وياك بصراحة، يعني إذا تسمح لي. سيد عايد تسمعني؟ نعم أسمع. يعني سيد عايد، يعني بعض الكتل اللي منضوية تحت يعني خيمة الإطار التنسيقي، نعم، هي من أتت بالسيد برهم صالح، مع احترامنا، نعم، لشخص السيد برهم صالح وللاتحاد الوطني، نعم، ونحترم جدا هذا الشخص، لكن بصراحة أنتم من جيتوا بالسيد برهم صالح، نعم، وأنتم بعدين من اعترضتم على أداء السيد برهم صالح، نعم، والسيد برهم صالح موقع معاكم اتفاقية ومعاهدة أنه يخلي النائب أول من الإطار، حتى ما نحكي عن كتل معينة من الإطار التنسيقي، ووقع هذه الاتفاقية، لكن بعدين السيد رئيس الجمهورية ما خلى ولا نائب عنده، والدليل أنه ما خلى ولا نائب عنده خرق الدستور، لأن بالفقرة 70-71 من الدستور يجب أن يكون نائب، يمكن قاعد السيد القانوني يعني، نعم، رئيس الجمهورية، نعم، لازم نائب أو أكثر يكون عنده. ليش ما صار ولا نائب؟ ليش ما صار ولا نائب موجود؟ يعني ليش؟ سيدتي الكريمة، إذا كان كما تحدثنا أنه منصب رئيس الجمهورية، حسب ما نقول منصب شرفي، يتحدد في يعني موضوعات لربما لا 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 تعبي سؤال، يعني هو جايب السؤال نعم. الله عليك الله عليك، لو أنتم متفقين مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على نائب أول، يصير لو ما يصير؟ نقلب الدنيا. يصير لو ما يصير؟ نقلب الدنيا. يعني وعدكم، إذا وعدكم السيد مسعود البرزاني؟ لا العفو ست هيفاء، حقيقة أنه هذه المناصب ترهق الميزانية العراقية وتثقل كاهل الميزانية العراقية، وإحنا نشوف أنه هنالك امتيازات وحوافز ورواتب وحمايات وسيارات وخدم وحشم وبيوت وما إلى ذلك. ما الداعي من وجود هذه المناصب أساساً؟ يعني إذا كانت العملية السياسية ممكن أن تكتفي برئيس الوزراء، لكن الدستور يحتم أنه يكون نائب أو أكثر. هذا مو كلامي ولا كلامك، هذا كلام دستور كتبته كتل وأحزاب سياسية، والكل وقعوا عليه وطلع تصويت يعني صراحة على هذا الموضوع. السيد برهم صالح مع احترامنا الشخص، نعم، الكريم العزيز الغالي، أنه هو ما خلى نائب أول وخرق فقرة من فقرات الدستور. أختي الكريمة، منو أهم؟ الدستور أم الشارع العراقي؟ منو أهم برأيك يعني؟ الدستور أهم. الدستور أهم؟ طبعا. لا، الدستور مو مقدس، الدستور زائل، الدستور ممكن، نعم، أن يتغير، لكن الشعب باقي والشعب لن يزول، يعني والشعب هو من يغير البلد استاد، والشعب هو من يغير الدستور. الأحزاب السياسية اللي موجودة اللي خلقوا فقرات الدستور، عندنا مشكلة نفطية بسبب أنه الدستور ما طبقته فقرة مهمة جدا، النفط والغاز، هاي ما طبقتها الكتل، وصاعدنا إشكالية كبيرة. يعني بس احنا لو الكل مشترك في العملية. لا لا، أنا أتحدث عن الكل سيد، أنا أتحدث عن الكل. طبعا هذه مشكلة، هذه مشكلة التوافقية، هذه مشكلة التوافقية، هذه مشكلة الغطي لي وغطي لك، هذه مشكلة اللي احنا نريد نخرج منها اليوم، اللي طالبنا بها بال 2010، قلنا خلينا نخرج من قضية ومن عباءة التوافقية، نعم، لكن ما سمحوا لنا الآخرين، ما سمحوا لنا نخرج من عباءة التوافقية، نعم. أختي الكريمة، اليوم البلد مثقل بالنظام الإداري المترهل، هذا النظام الذي الآن نصنع مناصب من أجل شخصيات، شفتوا بالفترة الماضية شو اللي صار، 47 وزارة، نعم، وين رايحين بالبلد؟ احنا الآن نكتفينا ب20 وزارة، والباقي يمكن أن نرحلها للمحافظات وينتهي الموضوع. أختي العزيزة، هنالك أمور كثيرة جدا يجب أن تشذب في هيكل الحكومة العراقية، هنالك أمور كثيرة جاي ترهق الميزانية العراقية، حماية إلى الآن الكثير من النواب والوزراء السابقين والرؤساء ونوابهم إلى الآن يتمتعون بامتيازات كبيرة جدا، حمايات ورواتب واتصالات هذا إرهاق للميزانية. اليوم احنا إذا نقدر، إذا نستطيع أن نشذب ما نستطيع أن نشذبه، ما يصير نبقى بهذه الآلية. شلون نريد نخرج
تخرج الى 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 فضاء ترشيق الدوله العراقيه وتعظيم مواردها والاستفاده من هذه الموارد وتوظيفها للناس. يعني ما معقوله شخص الان جالس بالسعوديه حكم رئيس جمهوريه لمده يمكن شهرين او ست اشهر يتمتع الان براتب فوق ال 100 مليون دينار وهنالك الاف الاسر تتضور من الجوع. هذا مو انصاف، هذا مو انصاف اختي الكريمه. احنا اليوم نريد حكومه. يعني ليس الانصاف وين؟ الانصاف انه احنا اليوم بعيدا عن المواطن، الانصاف اليوم نحن امام انتخابات، يعني بصراحه انتخابات ومجلس نواب راح ينتخب يوم 7 رئيس جمهوريه، وين الانصاف؟ الانصاف نذهب الى الكتله اللي حصلت اصوات ومقاعد اكثر ونصوت لها ويصير رئيس جمهوريه ومره واحده ياخذها، يعني مو 17 سنه ماكو مشكله انه نذهب نعادي هذه الكتله ونخليها. لا 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 بالعكس، احنا خطابنا صار اصبح واضح الان. نعم. في الفتره الماضيه ما كان عندنا خطاب واضح، احنا الان خطابنا واضح، اللي يستطيع ان يشكل حكومه وينتخب رئيس جمهوريه ينتخب رئيس وزراء على العين وعلى على العين وعلى الراس وحلت البركه وماكو اي مشكله، ولا تتصورون احنا نقف عائق اذا كان هنالك حكومه قادره على ان تلبي متطلبات الشارع العراقي. الله وكيلكم، ما عندنا هذا الموضوع. لطالما انه البعض يريد ان يسير بهذا الاتجاه ويقصد الاخر لان هنالك شخصنه في الموضوع فماكو ضير في هذا الموضوع، لكن هي الامور ما تنتهي عند هذا الموضوع، الايام قادمه والسنين قادمه. خلي جابك يعني اتحدث، قال نحن يعني السيد الدكتور عائد كلام مهم جدا، قال يعني نحن ننتظر مجلس النواب واللي يقدر يعني يحصل اصوات. خلي مر. نعم خلي كبيرة مر. يعني نحن نرحب به وهذه يعني عمليه ديمقراطيه جيده. تفضلي سيده مياده، يعني عندك تعقيب كان. اكيد نظامنا اصلا بالعراق نظام ديمقراطي. نعم برلماني. ليس نعم برلماني، ليس الديمقراطيه بمعنى حكم الأغلبية الفئوية. نعم. يعني فئة واحدة فقط هم يشكلون الحكومة، ولكن الديمقراطية الحقيقية ديمقراطية سياسية فكرية. نعم. بمعنى أن نعم. حزب الكرد مثلا. نعم. السنة الشيعة يعني يتحدون في تشكيل حكومة، وهذه الحكومة حكومة قوية وطنية أغلبية أريحية. نعم. زين إذا لحد الآن إذا هم يعني الجماعة إخواننا الشيعة يقولون مو فقط نحن مسؤولون أمام الشعب العراقي في هدر المال في الفساد في. نعم. أي شيء في عدم تقديم الخدمات في عدم توفير الفرص العمل، ولكن أنا أحملهم المسؤولية فقط الأحزاب الشيعية. ليش؟ لأن هم 50+1. نعم. في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب العراقي. نعم. بمعنى أن سيد الحلبوسي كان سني ولكن داخل المجلس 50+1 إخواننا الشيعة. نعم. يعني القوانين اللي يعني كانوا تتحدثين عنه ما متفقين بيناتهم لا يعني فئة معينة فئة واحدة يعني هم يعني إخواننا الشيعة فاهمين الديمقراطية أغلبية فئوية يعني. نعم. فقط الشيعة الأكثرية. نعم. فقط هم لهم حق في تشكيل الحكومة. نعم. في العراق، وهذه غلط. هذا النظام يعني نظامنا نظام راقي ديمقراطي. إذا هيك فئة معينة يستطيع تشكيل الحكومة لعد وين فئات الأخرى؟ لعد وين حقوق الأقليات؟ زين. نعم. ولكن الديمقراطية ليس فئوية، ليس أغلبية فئوية. نعم. أغلبية سياسية، أغلبية سياسية فكرية. نعم. وهذا ما نصل إليه الآن. يعني الآن هذه المرحلة مرحلة مهمة جدا، يعني الكرد الشيعة السنة يشاركون في تشكيل الحكومة. نعم. وهذه ثلاث مذاهب سيتحملون المسؤولية، ليس فقط إخواننا الشيعة. يعني لحد الآن عندي وزير واحد وزيرين بالمجلس الوزراء. وأنا ليش أتحمل فساد 17 سنة 19 سنة فساد الكهرباء فساد يعني في كل المجالات الدولية في كل المجالات أنا ما أتحملها، ولكن إذا أنا صرت بالحكومة وزين فإخواننا من حقهم يحملوكم يقولون أنتم ما تتحملون المسؤولية. إحنا نتحمل المسؤولية وبقد المسؤولية، ولكن إذا أنا صرت في مصدر القرار وليس بوزارة واحدة أو وزارتين. نعم. و50+1 إخواننا الشيعة. تفضل سيد طايق. يعني تفضل سيد، مع وجود المشاكل المعقدة في وسط يعني صراحة في وسط توقعات أو عقد مخليها الدستور، هل ستجد مثل هذه المبادرات الوقت الكافي لحسم جميع الخلافات؟ لا سيما أنه جلسة رئيس الجمهورية على الأبواب، يعني بعد أسبوع حتى نكلف رئيس جمهورية بعدين نكلف رئيس وزراء. أما جلسة رئيس الجمهورية فمحسومة، جلسة انتخاب رئيس الجمهورية على أقل من الأسبوع
لأن الاثنين القادمة بإذن الله وواضح وضوح الشمس. لكن الأمر اللي يمكن أن نقوله، تفضل الدكتور مشكورا بالقول أنه ضد التوافقية، في حين أن الحكومة الحالية التي ستشكل من الكتل الثلاث الصدرية وتقدم عزم السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني هي أصلا حكومة أغلبية وليس حكومة توافقية. مبدأ التوافقية هو المبدأ الذي كان سائد سابقا، بحيث أن الحكومة الحالية يراد لها الانقلاب على مبدأ التوافقية، هذا الأساس، في حين أن اتجاه يعني لكل الرأي ولكل المعتقد أن الاتجاه الإطار التنسيقي هو مع حكومة توافقية، يعني منح مناصب لكل من ورد اسمه في النتائج الانتخابية. لعب حضرتك الفرق، يعني التوافقية هو رأي الإطار وليس رأي الحكومة التي ستنشأ. ما سيحصل هو رد فعل على أن الحكومات التوافقية هي التي كانت السبب في الويل والثبور وعظائم الأمور في بلادنا. الأمر الآخر يا سيدتي الكريمة، بالنسبة لمنصب رئيس نائب رئيس الجمهورية، هذا ما نقدر نفرط به. ليش؟ لأن قرر الدستور. يعني ممكن أختصر آلي بكل المناصب، شوفي لو على حضرتك اللي ما حدد الدستور، لكن ما أقدر أختصر منصب نائب رئيس الجمهورية. فعلا هو أعطى جوازية قال لرئيس الجمهورية، لكن من تقرير الأحكام اللاحقة أن نائب رئيس الجمهورية دور عند غياب رئيس الجمهورية لأي طارئ. وفي كل دول العالم يجب أن يكون نائب، يعني حتى الرئيس الأمريكي عنده نائب واحد. بالعكس أساسا يكون انتخابه في قائمة واحدة. أقول أن نائب رئيس الجمهورية سوف لن يؤثر. بالمناسبة لو تسمحي لحضرتك، أنا يمكن هذا أقول، عرض مثل هذا المنصب على معالي السيد هادي العامر، يعني كان على أساس، لكن كما هو معلوم الاتجاه كان خلاف ذلك كما يستند. يعني هاي معلومة السيد هادي العامر؟ لا مو معلومة، يعني كان على أساس وكان الإطار السياسي أما الكل يدخلون أو الكل يرفضون. هو ماكو رفض حضرتك، ترى رفض ماكو. يعني السيد مقتدى الصدر هو بس حاط المالكي يعني أمامه، يقول لك المالكي ما يدخل ودولة القانون ما تدخل. بس فهمنا هاي الإشكالية، هل إشكالية السيد المالكي فقط يا سيدتي؟ حتى نعرف يعني إذا السيد المالكي بحده راح يروح معارضة، فمعارضته ما راح تسوي شيء، لها 35 مقعد أو 34 مقعد، فما راح تسوي شيء، مو معارضة قوية. لا هي كل المعارضة الموجودة ما تسوي شيء، ماكو نتيجة. احنا لا تعتقدين ان المسألة شخصية، يعني بعد سماحة الصدر او اي شخصية، هاي مو كلامنا، هاي تساؤلات يعني هذا ما يدار. لكن انت سمعتي فد يوم ان سماحة السيد الصدر ذكر اسم دولة المالكي؟ يعني ما حاكي على المالكي، لا ما ذكر الاسم، ما يذكر، ما حاكي عن دولة القانون حتى نعرف فهمنا ليش احنا جايبين. ماكو يا ست هيفاء، ما ذكر نهائيا جديد اي تصريح ورد بهذا الشأن. يعني احنا بس البيان اللي لقاه السيد مقتدى الصدر، قال انا دعيت السيدة هادي العامر والشيخ قيس الخزعلي والسيد فالح الفياض الى انه يكونون مع الحكومة الاغلبية صح، وهذا موجود وهذا اللي اقوله انا لحضرتك. شوفي له لحضرتك، لكن ما ذكر السيد المالكي. مو الناس افتهموا على السيد المالكي، يعني مو احنا يعني الاعلام والاخرين يكبرون شيء قد يكون غير موجود. شوفي له لحضرتك، اما اذا نسوي حكومه توافقيه يعني ما عملنا شيء، عدنا الى نفس الاسلوب السابق، نفس الإجراء السابق، وبالتالي سوف لن تحقق الحكومة الجديدة أي كما يقال النتائج المرجوة منها. لذلك كانت حكومة أغلبية، حكومة أغلبية من الشيعة، يعني قصده أغلبية نص الشيعة نص الإطار يجون بالحكومة الأغلبية، ممكن يلتحقون. لا مانع إطلاقا الحكومة غير مو أكو فرق يا حضرتك لو تسمحي لي، بين درجة عليا وبين درجة الإطار عراقيين، يعني ما ممكن ان ننكر ان يعني العراقي سواء كان بالاطار او غير الاطار او حتى معادي للحكومه يحشي على الحكومه من الصبح لليل. اكو واحد ما يقدر يوظفه، انت وفرت لي شروط التوظيف،
فالمسألة قائمة متحققة. لكن أخوة الكرام ولأغراض خلينا نشوف سيد عائد، خلينا نشوف سيد عائد. سيد عائد يعني كلام السيد مقتدى الصدر أنه قسم من اللي طايم يعني يمضي معاهم بحكومة أغلبية وطنية، أريد أعرف وين موقف الإطار في هذا الموضوع بعد مبادرة الزعيم مسعود البرزاني يعني هاليوم إلى النجف، وأيضا اتصالات مكثفة مع السيد مقتدى الصدر لحل حالة الخلافات الشيعية، وهاليوم أيضا اجتماع مع كتل وأحزاب من الإطار التنسيقي يعني خلال هاي اليومين. اليوم نريد نعرف وين ذاهب الإطار، هل متماسك باقي ذاهب إلى قبة البرلمان معارضة أم سيذهب قسم من الإطار التنسيقي إلى الحكومة، حكومة الأغلبية الوطنية؟ يدار في الكواليس أو في هذا المكان أو ذاك، من أن لربما جزء من الإطار سوف يذهب مع سماحة السيد مقتدى الصدر وتشكيل الحكومة الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب، الكتلة الشيعية الأكبر. نعم. لتسمية رئيس الوزراء سيد هادي العامري يعني رئيس نائب رئيس الجمهورية، كان هذا يدار هذا الموضوع. لكن عندما تحدث السيد هادي العامري على الفضائيات وغرد الشيخ سماحة الشيخ الخزعلي بهذا الموضوع أنه الإطار كتلة متماسكة ولا يمكن أن يذهب، أما أن يذهب بجميع مكوناته للعملية السياسية أو يذهب بجميع مكوناته للمعارضة، هذا أمر نعم. طبيعي جدا. لكن أنا أعتقد أنه الأخوة قد شعروا بحرج شديد جدا من أنه لربما مثل ما تحدث الأستاذ طارق من أنه الأخوة لربما يجمعون 150 أو 160 نعم. ولكن سوف لن تكون كافية لتمرير رئيس الجمهورية في نعم. بداية الأمر، نحتاج ثلثين يعني، نحتاج هسه لربما أنه في الجلسة الثانية ما نحتاج ثلثين، نحتاج الأغلبية نعم. البسيطة يعني 50 زائد نعم واحد. بس بالجولة الأولى لازم الثلثين، لازم الثلثين على نعم. أي حال أعتقد أنه الأخوة شعروا بحراجة الموقف وأرادوا أن يلمنوا الموضوع، فكانت المبادرة أعتقد اليوم لا المبادرة لا لا. يعني هاي السيد مسعود البرزاني يعني لا لا بس أحكي لك نقطة وأنت تحليلات نعم. تعطيك معلومة يعني من أول يوم الأزمة اللي موجودة دعا السيد مسعود البرزاني يعني الأخوة الشيعة والفرقاء إنه يجلسون ويقعدون ويتفقون، وقال أنا باقي أنتظر حتى يتفقون يعني يتفقون الكتل الشيعية. لكن الموضوع المهم جدا يا دكتور نعم. عائد كان نعم. موضوع التوقيتات الدستورية اللي مر بها بعد ما المحكمة الاتحادية صادقت على النتائج، فبقينا أمام توقيتات دستورية، أما أن نخترق الدستور ونعوف التوقيتات الدستورية لو شو نسوي؟ لطفا 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 يعني باختصار خلاص لا نجا في الحقيقة، لطفا لا نجا في الحقيقة، حقيقة لا نجا في الحقيقة، لا نجرف الحقيقة شنو؟ لا نجاف الحقيقة، لا نبتعد عن الحقيقة. لا نبتعد. لا نبتعد عن الحقيقة. طالما إنه إحنا تجاوزنا التوقيتات الدستورية في الحكومات السابقة، هذا جانب، والجانب الآخر إنه كان هنالك اتفاق ما بين الأخوة في الإطار التنسيقي وجناب الزعيم مسعود البرزاني، وعدهم إنه لا يمكن أن يذهب باتجاه جهة معينة دون أن يكون هنالك دون أن تأتي البيت الشيعي برمته إلى العملية السياسية، ومرر السيد الحلبوسي. أعتقد اليوم سيد الحلبوسي هذه استحقاق سني، واحنا دخلنا لتصويت هذه استحقاق سني وليس شيعي، ولا فرقنا ولا كسرنا الأرض كما هم يقال ابدا. أختي الكريمة احنا هسه ما معترضين على هذا الموضوع، ومرر السيد الحلبوسي وعوض الخير والبركة وصار رئيس مجلس النواب، وعلى الرغم من انه احد الاسماء التي لا يفترض ان يعاد تدويرها على اعتبار اخي العزيز هذا استحقاق سني، يعني ما اقدر اتدخل ولا حضرتك تتدخل، ما عندنا مشكلة استحقاقك رئيس الوزراء، انت ترشح رئيس الوزراء. أختي الكريمة احنا بالنسبة لنا كعملية سياسية في العراق ومنذ 2006 والى اليوم تدار بهذه الكيفيه، نعم. هنالك اتفاق نعم. هنالك اتفاقات ما بين الكتل الثلاثه الكبيره لتحديد المناصب اللي يمكن ان تقوم نعم. عليها او تستند عليها، واذا عرض السيد مسعود بارزاني لتقريب وجهات النظر ويكون صلح لا. بين الجهات الشيعيه دقيقه واحده الان لطيف دقيقه واحده، حتى في الدستور العراقي بس فقط على رئيس الجمهوريه يعني اكو عندنا اوبشنات اثنين نعم. يعني حتى اذا ما قدرنا ثلثي 220 شخص في الجوله الثانيه نعم. تمرر نعم. تمرر نعم. لا هي مو هاي الاشكاليه، يعني مو هاي الاشكاليه ابدا، انا ما عندي مشكله بهذا الموضوع حتى يمرر رئيس الجمهوريه، انا ما عندي مشكله بهذا الموضوع، بس من لطفكم انا ما عندي مشكله بهذا الموضوع، انا عندي مشكله، أنا عندي اليوم أن السيد البرزاني قدم مبادرة جزاه الله خير الجزاء، يريد لملمة الموضوع جزاه الله خير الجزاء، ما عندنا مشكلة بهذا الموضوع، ولا أعتقد أنه سوف يكون للإطار التنسيقي رد فعل غير مباشر أو غير منضبط أو غير محسوب، مستحيل
نعم. الإطار التنسيق قالها بالحرف الواحد، أما أن نذهب باتجاه تشكيل حكومة برمتنا أو نكون بالمعارضة ومتقبلين نعم. الموضوع وما عندنا نعم. كل مشكلة ما عندنا. شكرا جزيلا. ولا أريد أعطي الحكومة بس يلا تفضل. يعني سيد عايد والله العظيم من بعد الانتخابات إلى هذا اليوم أنا يعني قريبة من الموضوع الإعلامي وأيضا مواضيع التصريحات الإعلامية والصحفية والسياسية للسيد مسعود البرزاني، دائما كان يتحدث عن تقريب وجهات النظر بين الأخوة الشيعة، بين الصدريين وأيضا بين الإطار التنسيقي. سيد مسعود البرزاني سياسي وشعر بخطورة الوضع وأراد تقريب وجهات النظر. خلص نقطة راسها. لأن عراقي. خلص ما عندنا مشكلة. احنا ما قال انه عراقي، بالعكس عراقي. لا أنا أتحدث يعني يعني شعر بخطورة الوضع، شعر بخطورة الوضع، قرب وجهات النظر، لملم الفرقة. إن شاء الله هذه المبادرة تكون مبادرة إيجابية، وأيضا يكون هناك اجتماع مرتقب بين الإطار التنسيقي والسيد مقتدى الصدر، وإن شاء الله نشاهد حكومة قوية بمشاركة جميع الأطراف الشيعية وأيضا السنية والكردية، وإن شاء الله كل ما تتمنوا ويتمناه الشعب يتحقق. شكرا جزيلا وأشكر ضيوفي، ورح أنهي الحلقة لأن وقت ما بقى. تحياتي لكم وأتمنى أن ألتقيكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.